الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم مصطلح اقتصادي بعنوان الجر أو السحب المالي، فيسكال دراج. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا المتابعين لهذه القناة التعليمية، وعلى بركة الله نبدأ. جر أو سحب مالي، فيسكال دراج. مفهوم الجر أو السحب المالي في المالية العامة public finance والنظرية الكلية macroeconomic theory واقتصاديات الرفاء welfare economics هو مصطلح يحمل معنيين. المعنى الأول هو انخفاض مستوى الدخل المتاح نتيجة لعدم توافق معدلات الضريبة مع معدلات التضخم. وعلى سبيل المثال، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 10% وينخفض الدخل المتاح بمعدل 15% نتيجة لارتفاع معدلات الضريبة. المعنى الثاني هو ارتفاع حصيلة الضرائب بمعدلات أسرع من زيادة معدلات الإنفاق العام. إذا حصيلة الضرائب ترتفع بمعدلات أسرع من زيادة معدلات الإنفاق العام. ما يحدث في هذه الحالة هو سحب أو جر قوة الشراء أو الإنفاق عند دافع الضريبة إلى الأسفل، وذلك بواسطة قوة ارتفاع معدلات الضريبة. شبهها بعض الاقتصاديين بهذا الآن الشكل التوضيح البياني بأن التضخم يرتفع، الدخل ينخفض نتيجة لارتفاع معدلات الضرائب وعدم توافقها كما ذكرت قبل قليل. فهذا السحب الآن يؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية عند دافعي الضرائب. وبعض الاقتصاديين شبهوها بأنها كطائرة تسير إلى الأمام، يعني في الأجواء، لكن هناك الآن دراج أو جر إلى الوراء. هنا الآن الإنفاق العام ينخفض يجرها إلى الأسفل، التضخم والضرائب ترفعها إلى الأعلى، ومستوى المعيشة يجرها إلى الوراء، ما يعني الآن حدوث ما يسمى بالجر أو السحب المالي. لنفترض بأن الدخل السنوي لشخص ما بلغ قبل عدة سنوات 50,000 دينار. كانت 10,000 الأولى دينار الأولى معفاة من الضريبة. كان هذا الشخص يدفع ضريبة بمعدل 25% على ما تبقى بعد 10,000 الأولى، ما يعني بأن مقدار الضريبة كان 10,000 اللي هي 25% ضرب 40,000 بعد ما اقتطعنا 10,000 معفاة من الضريبة وتساوي 10,000 دينار، وما يعني بأن الشخص دفع ضريبة على مجموع الدخل بمعدل 20%، لأن 10,000 مقسمة على مجموع الدخل وهو 50,000 يساوي 20%. عفوا، لنفترض بأن الدخل السنوي للشخص نفسه ارتفع إلى 60,000، لكن معدل الضريبة لمثل هذا الدخل الإضافي 10,000 الإضافية فوق 50 وهو 10,000 دينار ارتفع معدل الضريبة إلى 35%، أي على مقدار الدخل الإضافي 10,000 الأخيرة. ولذلك فإن مجموع مقدار الضريبة التي يدفعها أصبحت 10,000 الأولى زائد 3,500 على 10,000 الأخيرة تساوي 13,500 دينار، وهي تعادل 22.5% من الدخل الإجمالي. لكن أسعار السلع كانت ترتفع بمعدل أعلى من زيادة الدخل السنوي للشخص، ما يعني بأنه سيضطر إلى تخصيص جزء أكبر من الدخل المتاح كي يسد حاجاته الأساسية، فيقل مجموع النقد القابل للإنفاق على السلع الأخرى. أدت الضرائب في هذه الحالة إلى تقليل الإنفاق. لو تصورنا بأن ذلك حدث مع مئات الآلاف من الأشخاص أو ملايين ربما في بعض الدول، فإن الجر أو السحب المالي قد وقع نتيجة للضرائب التي تفرضها الحكومة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر مع مصطلح آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.